إننا في غرب ألمانيا في المنطقة الصناعية في حوض الرور المعروفة بتعدين الفحم وإنتاج الصلب، منطقة معدلات البطالة فيها عالية وكذلك الفقر وتدفق المهاجرين. كثير من اللاجئين الأكراد من شمال سوريا يعيشون هنا. التقينا ببعض منهم في العام 2015 شرق رومانيا. قبل عامين قارب خشبي صغير عبر البحر الأسود يحمل 70 لاجئاً سورياً عبر تركيا نحو رومانيا. في مخيم للاجئين في رومانيا التقيت علي كاوا وزوجته وطفلتهما. ماذا حل بهم الآن؟ قريباً سنصل إلى مدينة غلادباك شمال ألمانيا، أتطلع للقائهم مجدداً. لكن قبل الوصول إليهم لنعد قليلاً إلى الوراء. في صيف العام 2015 وكالات الأنباء أطلقت إنذاراً عن وجود قارب محمل باللاجئين في عرض البحر الأسود. يورونيوز أرسلت وبسرعة فريقاً لمعرفة ما إذا سيصبح البحر الأسود طريقاً جديداً للمهاجرين بالإضافة إلى البحر الأبيض المتوسط. كاوا وأمينة فرا من جحيم الإرهاب في كوباني، حيث بدأ تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية يسيطر على مئات القرى الكردية في شمال سوريا في العام 2014. الزوجان توجها إلى الجانب التركي من الحدود حيث ولدت طفلتهما هونر، فقرر الزوجان البحث عن مستقبل جديد في أوروبا. رأيت الحرب، رأيت رجالاً يقتلون، رأيت الناس يموتون أمام عيني، أرأيت أشخاصاً فقدوا ساقهم لأن الحدود التركية كانت مزروعة بالألغام. رجل كنت أعرفه جيداً رأيته وهو يحتضر تمامات. ليس من السهل رؤية منزلك وهو يتدمر خلال لحظات، كل شيء يختفي. في مخيم للاجئين في رومانيا كاوا ومراسلنا لعبا لعبة الشطرنج. مراسلنا خسر بعد 20 دقيقة، لإعطائه فرصة ثانية تم الاتفاق على تحد آخر بعد عامين. في هذا الشهر كانون الأول ديسمبر التقينا بكاوا في ألمانيا في شقته الجديدة. إنه يعيش الآن مع زوجته وابنته في غلادباك، مدينة عدد سكانها 77 نسمة من بينهم 1200 لاجئ. زوجته أمينة رحبت بنا بينما كانت تحضر وجبة العشاء. أخبرتنا بأنها ستلد طفلة ثانية في الشهر المقبل. اتهمت السلطات الرومانية كاوا بتهريب زوجته وطفلته من سوريا بطريقة غير مشروعة. تم اعتقاله في رومانيا لمدة 6 أشهر. أما زوجته وابنته فقد نقلهما سائق شاحنة إلى النمسا والمجر وألمانيا بانتظار المحاكمة. في يوم ما بينما كاوا كان يلعب الشطرنج جاء رجل. قال لي زوجتك وابنتك في ألمانيا بخير، لا تقلق. فنسيت بأنني كنت معتقلا، نسيت السجن حقا. فرحت جدا لأنهما في ألمانيا. وأخيرا قضت المحكمة في رومانيا أن كاوا لم يكن مهربا، لكن لأنه عبر الحدود بطريقة غير مشروعة كان لابد من دفع 1300 يورو. بعد أن استعاد حريته ذهب إلى ألمانيا والتحق بأسرته، فرأى أن ابنته بدأت تمشي. نظرت إلي كما لو أنها كانت تبحث عني وقالت بابا. لكنها بقيت بلا حراك دقيقتين أو 3 دقائق، ثم بدأت تضحك وتلعب معي وتضع يدها بين شعري. أهمه لحظة هي حين قيل لها تعالي إلى بابا، ركضت نحوي. كانت لحظة لا تصدق. لم يشمل الأسرة من الإجراءات الأكثر شيوعاً لحماية اللاجئين في أوروبا. أمينة تتذكر تلك اللحظة الفرحة.
فرحتي الأولى كانت حين علمت أن زوجي سيغادر السجن، الثانية حين رأيته في المحطة في ألمانيا. في البداية لم أعتقد أنه سيصل إلى هنا حقا. يا له من أمر رائع. حين وصل القطار لم أتمكن من رؤيتك وفي البداية، لكن حين نظرت إلى الحقائب رأيت حقيبته، قلت إنها حقيقة. لقد جاء كاوا وصل حقا. أدركت هذا حين رأيت حقائبه، ركضت ومن بعد ظهر كاوا فتعانقنا. في البداية تم نقل الأسرة إلى شرق ألمانيا، لكن لأن العديد من الأقارب نقلوا إلى الغرب، أمينة وابنتها التحقتا بهم. نائب عمدة جلادبيك أوضح لنا هذه الحالة المألوفة. هنا في جلادبيك خاصة في صيف العام 2016 لاحظنا أن اللاجئين المسجلين في ألمانيا غادروا بشكل جماعي شرق البلاد للتوجه إلى غربها نحو جلادبيك. إنهم لا يشعرون بالأمان حقا في الشرق، لكن حين ننظر إلى معدل البطالة في شرق ألمانيا الحالة أفضل من منطقة الرور. لتسهيل دمج الأسرة في المجتمع الألماني، كاوا حصل على بعض العناوين لرعاية الأطفال، من بينها روضة أطفال مسيحية تدار من قبل المجتمع الديني المحلي. الطفلة هونر ترغب باللعب مع الأطفال الآخرين، هذا غير ممكن الآن لعدم وجود مكان شاغر في هذه الروضة. أنا متأكد من أن ابنتي ستندمج مع الآخرين بسهولة. ذهبنا إلى رياض الأطفال لكنهم لم يقبلوا هونار لأن عمرها عامين، وهم يستقبلون الأطفال بعد سن 4 سنوات. نفضل أن تتعلم هونار اللغة الألمانية في رياض الأطفال وتتحدث معنا باللغة الكردية في البيت. لغاية الآن لم تتمكن الأسرة من تكوين علاقات مع أصدقاء ألمان، لأن عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين جاءوا من كوباني، مسقط رأس كاوا. بعيداً عن الكاميرات، بعض المسؤولين الألمان يتحدثون عن جيل ضائع بسبب صعوبة الحصول على وظيفة. تعلم لغة البلد عامل رئيسي. هل هناك دورات لغوية كافية أم أن قوائم الانتظار طويلة؟ أوقات الانتظار طويلة، لا توجد وسيلة للتعامل مع هذا الموضوع. بين صيف العام 2015 ولغاية صيف هذا العام الوضع كان صعباً، حين يأتي ما يصل إلى 1 أو 1.5 مليون لاجئ لبلد ما. من المستحيل تحقيق تقدماً من خلال الضغط على زر سحري. أولاً علينا تطوير الهيكل الإداري تدريجياً. جلادبيك أصبحت مدينة خلال الثورة الصناعية بمجيء عشرات الآلاف من المهاجرين من بولندا وغيرها، اليوم تنمو مجدداً بمجيء اللاجئين. حالياً سأحصل على دورات لتعلم اللغة الألمانية ودروس كذلك للحصول على رخصة للقيادة. في السنوات الخمس المقبلة أعتقد أنه من الجيد الحصول على آلة موسيقية والاهتمام بالموسيقى. سأبقى هنا في ألمانيا إذا سمحوا لي. اليوم هونر التقت ميا وجوليا، لحظات فرح قدمتها جدة الطفلتين، التفاتة قيمة بالنسبة لكاوا وأمينة. إنها خطوة صغيرة لاندماجها في ألمانيا.